هما نقطتين، النقطة ديال التسويف. إلا قالوا ليه مثلا عندك مقابلة عمل، اونتروتيان دومبوش، عندك مقابلة عمل يوم الحد، عندك مقابلة عمل غدا إن شاء الله مع تسعود، ميمكنش يقول تخيش لصاحبك قلتي لي عندك مقابلة عمل غدا مع تسعود، راه دبرنا لك عليها، غدا إن شاء الله سير تسعود تكون عندهم دوز دونتروتيان باش تخدم. واو، اثنين الصباح فيكم شي شوية الزحام، اش غدير؟ غدا الصباح دير مع الدراري يلعبوا ماتش، خليت الثلاث. كتقولي لو كانت الخدمة ديال با، نشوف نقدر نتوسطك عند با، ما الخدمة ماشي ديال با، فضلا على أنها تكون ديال بوك. إذا يا إما تهضر مع تسعود، يا إما سير خليك مع الماتشات ديال صحابك. واش كتسمعوا شي واحد اللي قلتي ليه جيت خدم جيت دوز اونتروتيان مع تسعود يقول لك راه عندي ماتش مع الدراري صحابي، ما كاينش اللي كيديروك. علاش؟ حيت الربح المادي ديال الدنيا تيبان ليه، لكن اللي كتقول ليه اجي نكفلوا واحد الارمله مثلا، اولا خلينا من الارامل، اجي تصلي، اعتق راسك من جهنم، اجي تصلي، ادعي معنا وانت حساب صمم، ادعي معنا الله يهدينا، واخا الى المسارعه في الخيرات، كتصلي وقطع القرى، حي الذكاله، حبس النفحه، حي الشطران، حي التحشيش، ترى ماشي خصك المسارعة ترى، والله يعفو عن الجميع، الله يعفو عن الجميع، حنا غنشوف وقسى ليزدجر ومن يكن محبا يقسو أحيانا على من يرحم، راه حنا بحال الأب ولا بحال الأب، نقول بحال الأم ولا الأم، المهم حنا بحال الأب الذي يقسو أحيانا على أولاده ليمنعهم من الوقوع في الموبقات، إذا كتقرص على ولدك أنا مرة بوسة ومرة قرصة، كتقرص على ولدك باش توقدو شي شوية، أيه أش كيقول لك؟ يقول لك الله يهدينا ادعي معنا عمي احسن الاحوال، الله يقول لك ادعي معنا ودان الحياة، الله يحفظك شوف معنا كذا، واخا بنتي عارفه انت غدا تموتي؟ لا، احتمال تموتي من هنا 50 سنه، الله يطول عمرنا وعمرك في طاعه وعافيه، واحتمال تموتي قبل ما نكمل الجمله ديالي، تحجي يا بنتي الله يرضيك، لبسي الحجاب، الحجاب واضحة صافي نطولوه نقصروه، لا شرح الواضحات من المفضحات، وفي بعض الأحيان الدخول في بعض النقاشات راه لا يسهم إلا في تثبيت فساد الموضوع، خلاص هناك أمور يترفع المسلم عن الخوض فيها، أمر الله هو هذا، نقطة الصدر لا نقطة نقلبوا على تخريجة، لا غير 0.5% سميت الربا نقطة، انت واش عندك الضروره هنا تستفتي عالما من اهل العلم والربانيه وتجعله حجه بينك وبين الله، لتنوياك احنا من عوام المسلمين، الساده الاساتذه حفظهم الله طلبه العلم الشرعي، نسال الله ان يجعلهم يسيرون على اثر العلماء، نعدهم ليكونوا علماء هذه الامه، ما لو يكون من عموم المسلمين، من عموم المسلمين ما كنفهموش، ماشي ما كنفهموش زعما كان الخير، ما كنفهموش كيفاش نستنبطوا الاحكام الشرعيه من النصوص، لان هذه ماشي خدمتنا احنا، ناس من صغرهم انا وياك عندنا 10 سنين 11 عام 12 عام باقي كنلعبوا البي وكنسلسلوا على البي والفرمدان وكنهربوا، وراه ختم القران حفظا متقنا واجيز فيه من طرف شيخي 18 عام باقي كنقلبوا على لي زيكوتور ونبدلوا الحجره بالوركمان، انتم ما كتفهموش شنو هو الوركمان كاع بالنسبه لكم هذا الا الشبالين الشبالين ما عارفينش شنو هو تقلب تبدل وكتعرض الحجره باش تكمل بها الى اخره، وهو نعم سيدي صافي راه سال الفقه المعتمد في بلدي ديك الفقه المالكي عندنا في المغرب نضال من اللي انت يا ضال وياك شبعنا ماكلا وكنتفوه عينينا باقي فيهم العمش ديال النعاس ديال هاد الخمس سنين الاخرى عندنا نضو كنقولوا احد قالنا انا راه عندي دكتوراه في معرفه شنو هو داك الشيء راه الدنيا هادي راه غنقرا لكم هذا القران وغنفسر لكم كيما بغيت وما عندكم ما ديروا انتم كاع بالسنه ياك نعمت ياك ما كاين باس هذا علم وهذا تخصص ياخذون فيه فانت كتمشي عند العالم
وكتقول لي راه عندي ظرفيه معينه وما كتخبي عليه والو، كتقول لي هاد الظرفيه ديالي كلها. والعالم ينظر هل لك انت رخصه في هذه المساله، فان رخص لك العالم الذي تثق في علمه وتقواه تاخذ بتلك الرخصه على القدر الذي رخص لك، القدر الذي رخص لك فيه العالم. وهذا لا يعني ان الذي كان حراما صار حلالا، ابدا، حرام حرام، لكن انت دخل في حكم المضطر، المضطر ياكل من الحرام، اعطاه الشرع انه ياكل من الحرام واحد القدر معين، وعمر هذيك الضروره اللي تفتحت ليه ما عمرها ما قلبها بالحلال الحرام ولا حلال، هو ياخذ منه ويعلم انه حرام لكنه مضطر والعالم افتاه بذلك. هذه هي المسائل التي يجب ان تنضبط في مجتمعاتنا، من سولوا الا اهل اختصاص في كل فن. راه ملي كيكون الانسان مريض وجا رمضان ويعرف راسو واش يصوم ولا ما يصومش، كيمشي عند الفقيه تيقول ليه الفقيه اودي الطبيب اللي غادي يقول لنا شنو كاين، كيقول راه الطبيب قال لي انت الصيام ممكن يهلكك. الطبيب عطاه التشخيص ديالو الى صام، الفتوى المترتبه على هذا التشخيص كيعطيها به الفقيه. الطبيب ما تيفتيش الا اذا كان له الاهليه وجامع ما بين الطب وما بين العلوم الشرعيه. هذا من حقه انه يفتي لانه جامع بين الامرين. ومسائل دقيقه، لكن ملي الدرب جات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء عصيده مخلطه، عباد الله ها نقول لكم ردوا البال، ليس اي شيء ينشر. التسويف، نرجع للنقطه اللي كتكلم، هذا من معوقات المسارعه الى الخيرات. المسائل الدنيويه بلادهم تتفقه تكريط فيها تجري ومي ما تسلقوا. المسائل الاخرويه تتغدى تنم بعد تنهار اخر تنتزوج وندير الحجاب تنشد لاندريت ونبدا نصلي في الجامع. كاين اللي كيقول لك تنتقاد عاد نبدا نصلي، ما عرفتش كيفاش غيتقاد هو ما تيصليش اصلا. كيفاش غتقاد حيت ما كتصليش راه تعوج بعدا دوفيس. تقول لا تنقطع الكارو وندير وندير زعما